الرحمن الرحيم، حصة الرياضيات طلبت الصف الخامس. اليوم إن شاء الله يا خامس رح نبلش بيه الدرس الثالث وهو درس الزمن. كما مر معنا يا خامس في الصف الرابع، فإن الزمن يقاس بعدة وحدات قياسية وهي الثانية، الدقيقة، الساعة، اليوم، والسنة. هذه هي وحدات قياس الزمن. إذن مرة أخرى، وحدات قياس الزمن هي الثانية، الدقيقة، الساعة، اليوم، السنة. الثانية هي عبارة عن الوحدة الصغرى، أما السنة فهي عبارة عن الوحدة الكبرى. وكما تعلمنا في الدروس السابقة، فإنه عند التحويل من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى نقوم بعمليات الضرب. ولكن نلاحظ أنه ما في عندنا أرقام ثابتة، يعني علشان أحول من سنة إلى يوم نقوم بالضرب بالعدد 365، لأنه السنة عبارة عن 365 يوم. إذن للتحويل من سنة إلى يوم نقوم بالضرب بالعدد 365. أما للتحويل من يوم إلى سنة، من يوم إلى ساعة، نقوم بالضرب بالعدد 24، لأن اليوم الواحد عبارة عن 24 ساعة. إذن السنة عبارة عن 365 يوم، اليوم عبارة عن 24 ساعة. الآن عشان نحول من ساعة إلى دقيقة نقوم بالضرب بالعدد 60، ومن دقيقة إلى ثانية نقوم أيضا بالضرب بالعدد 60. الآن لما بدي أحول من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى، بدل الضرب بنحولها إلى قسمة، فمن ثانية إلى دقيقة منقسم على 60، من دقيقة إلى ساعة منقسم على 60، من ساعة ليوم منقسم على 24، ومن يوم إلى سنة نقوم بالتقسيم على عدد 365. نبدأ في المثال الأول. أملأ الفراغ في كل مما يأتي. 88 ساعة، هذه الإتش يعني ساعة، هاي اختصار لكلمة ساعة. فالثمانية وثمانين ساعة بدي أحولها إلى أيام وساعات. الآن لاحظ الثمانية وثمانين إحنا بدنا نحول من ساعة إلى يوم، يعني من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى. للتحويل من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى نقوم بالقسمة على عدد 24. فكما نلاحظ هون قمنا بالقسمة العدد 88 على 24. الآن 8 تقسيم 24 لا يجوز، فبناخذ مساعد من 8 اللي جنبها بصير 88. مين الرقم اللي بضربه في 24 بيعطيني 88 أو أقل؟ اللي هو 3، لأنه 3 في 4 12، 2 و1 باليد، 3 في 2 6، 1 باليد 72. الآن نقوم بعملية الطرح، 8 ناقص 2 6، و8 ناقص 7 1. إذن يصبح الناتج 3، يعني 3 أيام و 16 ساعة. هاي بتكون الناتج بكون بالأيام، يعني 3 أيام، والباقي بكون الأصغر من الأيام اللي هي الساعات. إذن 88 ساعة عبارة عن 3 أيام 3 day و 16 ساعة، و 16 ساعة. ننتقل الآن إلى أتحقق من فهمي، صفحة 109. السؤال الأول، أملأ الفراغ في كل مما يأتي. 195 هذا الاختصار سك سك، هذا اختصار لسكند يعني ثانية، هذه اختصار لكلمة ثانية. فبدنا نحول 195 ثانية إلى دقائق وثواني. الآن عشان أحول من الثانية اللي هي الوحدة الصغرى إلى الدقائق وهي الوحدة الكبرى، نقوم بالقسمة على عدد 60، يعني راح أحكي 195 تقسيم 60. راح نستخدم طريقة الخوارزمية، فبنحكي 195 تقسيم 60. نضع هنا إشارة الضرب وهنا إشارة الطرح. الواحد ما بيقبل القسمة على 60 لأنه أصغر منها،
فبساعتها 19. 19 أيضا لا تقبل القسمة على 60 لأنه أصغر منها، فبناخد 195 منغطي على 5 ومنغطي على 0. بنحكي مين الرقم اللي بضربه في 6 بيعطيني 19 أو أقل، اللي هو 3، لأنه 3 في 6 18. الآن بنضرب 3 ضرب 0 0، 3 في 6 18. نقوم الآن بعملية الطرح، 5 ناقص 0 5، 9 ناقص 8 1، و1 ناقص 1 0. إذا يصبح الناتج 3 دقائق، هاي منت يعني دقيقة. الآن الناتج زي ما حكينا 3 دقائق و15 ثانية، 3 دقائق و15 ثانية. السؤال الثالث، 756 يوما، ديه يعني يوم، بدنا نحولها لير يعني سنوات وأيام. الآن الديه هي الوحدة الصغرى والسنوات هي الوحدة الكبرى، فلما بدي أحول من يوم إلى سنة منقسم على 365، فراح نقسم باستخدام الخوارزمية 756 تقسيم 365. الآن نضح هنا إشارة الضرب وهنا إشارة الطرح. السبعة ما بتقبل القسمة على 365 لأنه أصغر منها، فبناخد الخمسة، 75 أصغر من 365 ما بتعطيها مساعدة، فبناخد 756 بغطي على 56 والخمسة وستين، بغطي على هدول المنزلتين، بحكي 7 تقسيم 3 يساوي 2، 2 في 5 10، 0 و1 باليد، 2 في 6 12 و1 13، 3 و1 باليد، 2 ضرب 3 6، 1 باليد 7. الآن نقوم بعملية الطرح، 6 ناقص 0 6، 5 ناقص 3 2، و7 ناقص 7 0. إذن 756 هي عبارة عن سنتان وستة وعشرون يوما، سنتان وستة وعشرون يوما. الآن رح نتحدث أكثر عن اليوم يا خامس، ونتعرف إنه إحنا بنعرف إنه اليوم هو عبارة عن 24 ساعة. هذه 24 ساعة تقسم إلى قسمين، إلى ساعات الصباح وساعات المساء. الآن ساعات الصباح نختصرها بالرمز AM، AM يعني قبل الظهر. أما ساعات المساء فنختصر لها بالرمز PM، PM يعني بعد الظهر، PM يعني بعد الظهر. الآن نلاحظ أنه ساعات الصباح هي عبارة عن 12 ساعة، وساعات المساء أيضا هي عبارة عن 12 ساعة، ف12 زائد 12 يساوي 24. الآن رح نطرح السؤال، كيف يمكن حساب المدة الزمنية لإنجاز عمل ما؟ طبعا عشان أحسب المدة الزمنية يجب أن نقوم بتقسيم هذه المدة الزمنية إلى فترات حتى يسهل حساب طولها. فمثلا ننتقل إلى المثال الثاني. ما ننسى قبل البدء في المثال الثاني إنه AM يعني لما نحكي 7 AM يعني الساعة السابعة صباحا، أما 7 PM يعني الساعة السابعة مساء. المثال بحكي لك أحسب طول الفترة الزمنية في كل مما يأتي، من 46 دقيقة صباحا إلى 7:07 دقائق مساء. الآن لاحظ أول شيء بنمثلها على خط الأعداد، يعني هذا هو خط الأعداد، كما نلاحظ طلع ما في داعي أرسمه مرة ثانية، هذا هو خط الأعداد. الآن نبدأ إحنا بالستة وسبعة وأربعين دقيقة، فإحنا بدنا ناخد مضاعفات الخمسة، يعني ناخد الخمسة، 10، 15، 20، 25 وهكذا. فالسبعة وأربعين هي قريبة للخمسين، إذا بعد الساعة ستة وسبعة وأربعين دقيقة رح يجي لنا الوقت 56 دقيقة. بعد الساعة ستة وسبعة وأربعين دقيقة رح يجي 56 دقيقة. الآن من 47 دقيقة إلى 50 دقيقة أنا استغرقت 3 دقائق، من 47 لل 50 استغرقنا 3 دقائق. الآن من الساعة 56 دقيقة للساعة السابعة تماما أنا استهلكت 10 دقائق، من الساعة 56 دقيقة إلى الساعة السابعة
استغرقنا 10 دقائق. الآن من السابعة إلى 7:07 استغرقنا 7 دقائق، فهنا نجمع هذه الفترة الزمنية، فبحكي 7 + 10 + 3، 7 + 10 = 17، 17 + 3 ويساوي 20. إذا الفترة الزمنية من 6:47 إلى 7:07 هي عبارة عن 20 دقيقة. ننتقل الآن إلى المثال الثاني. بدي أعرف الفترة الزمنية من 10:41 صباحا إلى 1:45 مساء. حكينا أول شيء بناخد 10:41. الآن أقرب إشي للواحد وأربعين ممكن أحط 10:50 وممكن أكتب 11 دقيقة، يعني عادي ممكن أخذ من 10:41 إلى 10:50، يعني بطريقتين. الآن هاد هو خط الأعداد يا خامس. رح نبدأ من 10:41، هاي 10:41. بعد 10:41 ناخذ 10:50. حكينا بناخذ المضاعفات، يعني بناخذ مضاعفات الخمسة أو مضاعفات العشرة، وبناخذ العشرة أسهل لنا. الآن من 41 للـ50 فأنا بحكي عن 9 دقائق، تمام؟ الآن بعد 10:50 بيجي 11:00 تماما. من 10:50 للـ11 هاي عبارة عن 10 دقائق. الآن ما إنه إحنا انتقلنا من قبل من الساعة صباحا إلى الساعة المساء، يعني من 10 صباحا إلى 1 مساء، فدغري هلا بدي أروح على الساعات. فالـ11 هي من الـ11 AM إلى الساعة 12 تماما، هي عبارة عن ساعة. ومن 12:00 إلى 1:00 هاي عبارة عن 1 ساعة. الآن من 1:00 إلى 1:45 فهون أنا عم بحكي عن 45 دقيقة. شوفوا كيف أنا جزأتها إلى فترات زمنية معينة. الآن نيجي بدنا نجمعهم، عندي 9 دقائق زائد 10 دقائق زائد ساعة زائد ساعة زائد 45 دقيقة. الآن أنا ما بصير أجمع دقائق مع ساعات، فبدي أحول الساعة إلى دقيقة، وإحنا بنعرف إنه الساعة عبارة عن 60 دقيقة، فبحكي 9 + 10 زائد الساعة عبارة عن 60 دقيقة زائد الساعة عبارة عن 60 دقيقة زائد 45. فنلاحظ انه كل هذه الارقام هي عبارة عن دقائق. الان بدنا نجمعهم، فبحكي 9 + 10 = 19، 60 + 60 = 120، وعندي 45 بتنزل. الان بنجمعهم، 9 + 5 = 14، 4 و1 باليد، 1 + 1 = 2 + 2 = 4 + 4 = 8، ومننزل الواحد، إذا هي عبارة عن 184 دقيقة. ممكن أنا شو أعمل بدل ما أحولها إلى دقائق؟ أخذ الساعة مع الساعة، فأحكي 9 + 1 ساعة هي عبارة عن 2 ساعة، ونحسب عدد الدقائق، 45 + 10 = 55، 55 + 9 = 64، فأحكي 2 ساعتين و64 دقيقة. الآن هذه 64 دقيقة هي عبارة عن ساعة، لأنه الساعة هي 60 دقيقة، و4 دقائق، فبصير عندي هاي 2 ساعتين وهاي كمان ساعة، فبصير في عندي 3 ساعات و4 دقائق.
أو إنه ممكن أعمل بطريقة ثانية، بدل ما أستخدم هذه الطريقة دوري أحول من دقائق إلى ساعات. عشان أحول من دقائق إلى ساعات بنقسم على 60، فبنحكي مباشرة 184 تقسيم 60. الواحد ما بيقبل القسمة على 60 لأنه أصغر منها، 18 ما بتقبل القسمة على 60 لأنه أصغر منها، فبناخد 184 بغطي على 4 وبغطي على 0. 18 تقسيم 6 يساوي 3. الآن 3 في 0 0، 3 في 6 18. الآن بطرح 4 ناقص 0 4، 8 ناقص 8 0، و1 ناقص 1 0، فبيطلع معي 3 ساعات و 4 دقائق. نفس الإجابة اللي ظهرت معنا في هذه المرحلة اللي هي 3 ساعات و 4 دقائق، الطريقتين صحيحات. هيك بنكون حلينا الأمثلة الأمثلة. الحصة الجاية إن شاء الله بنحل أتحقق من فهمي صفحة 110 وحل أسئلة أتدرب. يعطيكم العافية.